نتكلموا على واحد الموضوع جد مهم، هو هروب اللثه اللي كيعانيو منه بزاف ديال الناس. اللي خصنا نعرفوا ان اللثه كتلعب واحد الدور مهم، اللثه ولا كنقولوا اللحم ديال الاسنان، هي اللي كتحمي الجذر ديال الاسنان، كتحميه من المؤثرات الخارجيه، من هالبروده السخونيه، بالنسبه للميكروبات اللي كيكونوا حتى في الفم. دونك الحمايه ديالها ولا المحافظه على السلامه ديالها مهمه بزاف بالنسبه للناس ديالنا ولا بالنسبه للمرضى. بالنسبه للهروب ديال اللثه كيكون عنده عده، غادي نقولوا عده اسباب، منها فاش الواحد ما كينظفش الاسنان ديالو مزيان كيكون هنالك التكاتف ديال داك الجير ولا كنقولوا لو طاخت، كيبدا يتراسب على الاسنان وكيولي كيخلق واحد، غادي نقولوا واحد القوه، ولا كيبقى يدفع اللثه للاسفل. وفاش كيكون واحد التراكم كبير داك لو طاخت كيخلق واحد لا بريسيون، ومن بعد اللحم كيبدا غادي وكيهرب. وفاش كيمشي الا تاخر بزاف، فاش كنمشيو هاد المرضى كيمشيو لعند الطبيب جراحي الاسنان وكيدير ديتارتراج، كيولي واحد الفجوات ما بين السنان، هذا ناتج على ان داك البلاطر كيخلق داك المشكل. زياده على ذلك حتى الطريقه ديال التنظيف ديال الاسنان، كاين اللي كينظفوا الاسنان ديالهم ماشي بالفرشات اللي كتكون مزيانه، كتكون قاصحه بزاف، ولا حتى الطريقه كتكون غادي نقولوا عنيفه بالنسبه للحم ديال الاسنان، كيكون واحد البروساج كيكون جد يعني كيورقوا بزاف على الاسنان وعلى اللثه، وكيخلق هذاك المشكل، ولا غادي يخلق واحد التاثير سلبي على اللثه اللي كتولي كتناقص في المستوى ديالها. ندوزو من بعد لواحد غندوزو واحد المساله اخرى اللي كتكون اللي مكاثره النتيجه ديالها اللي عند الناس، وهي الهروب ديال اللثه اللي كيجي من بعد واحد غادي نقولوا واحد القطع ديال المشوار كبير ديال مرض اللثه. لان كنعرفوا ان اللثه الا كانت عندنا هناك ان مونك دو بروساج، ولا واحد التنظيف اللي كيكون ماشي مزيان، ولا كيكون ناقص بزاف، كيوليو داك البكتيريات كيهجموا على اللثه وكيخلقوا واحد الالتهاب، وداك الالتهاب كيبقى غادي وكيتزاد في التاثير ديالو في الحده ديالو. ودوك الميكروبات اللي كيكونوا في اللي كيمشيو للثه كيقدروا يدوزوا لعظم السنان مع مرور السنين، وكيمشيو لعظم ديال السنان. هذاك العظم ديال السنان كيتاثر بهذوك الميكروبات، وهذوك الميكروبات كيوليو كيتغذاو من داك العظم، وبالتالي داك العظم ولا المستوى ديال عظم السنان كيولي غادي وكيتناقص. وفاش كيولي غادي وكيتناقص كندخلوا هنا في واحد الخطوره، لان العظم غادي نقولوا عظم ديال السنان هو الساس اللي كتترصى عليه الجذر ديال الاسنان. الا بدات كتناقص كيولي هنالك بعض الوقت ولا بعض المراحل كيولي التناقص، ولا كيولي عدم الثبات ديال الاسنان ولا الاضراس، كيوليو الاضراس في واحد غادي نقولوا واحد من بعد واحد لابيريود غادي يوليو كيتحركوا، كيولي هنا عدم ثبوت الضرس كيولي كيتحرك. كيبقى غادي هذه المساله غاديه كتزاد في التفاقم حتى لسقوط الاسنان ولا الاضراس، وبذلك وكيكون هذا التساقط كيكون في واحد السن اللي كيكون مبكر، 30 كنهضروا على 25 30 سنه، وكيعطينا العواقب كتكون العواقب وخيمه. بالنسبه لهذا الميكروب هذا كيقدر يتواجد بدون ما تكون هنالك اعراض ديال التهابات اللثه، وهنا كيكون هذا الميكروب كيكون خاص وكيكون حتى داخله فيه الوراثه. هذا الميكروب كيهجم على العظم ديال السنان، كيبدا السن ديالو من سن المراهقه، وكيدوز هذا المرض كيدوز بواحد غادي نقولوا بواحد الطريقه غادي نقولوا ماشي غادي تكون واحد الطريقه سالمين ساكته، المساله غاديه بشويه، ما كنشوفوش دوك المشاكل اللي كاينين في العظم ديال السنان، وما كنشوفوش الاعراض كيكونوا الاعراض ما كيكونوش كيكونوا ناقصين بزاف، غير واحد غادي نقولوا الاحساس ديال السنان ولا الحساسيه ديال السنان اللي كتزاد شويه، ولكن ما كيبانوش الاعراض حتى كان الواحد كيشوف لان هنالك تراجع ديال اللثه، تراجع كبير. وبالتالي هنايا كتولي هنايا الخطوره هي فقدان الاسنان والاضراس. بالنسبه غادي نقولوا بالنسبه للحل ديال هذه المساله، اول حاجه هي زياره الطبيب فاش كيكون بدايه المشكل ديال التهاب اللثه. فاش كيكون التهاب اللثه خاصنا دائما نمشيو عند طبيب جراحي الاسنان ونديروا واحد التشخيص اللي غادي يمكننا، باش الا كان هنالك عدم واحد النظافه اللي ماشي
ماشي نظافه غادي نقولوا بانتظام ولا الطريقه ماشي هي هذيك، يولي الطبيب جراحي الاسنان غادي يعلمنا الطريقه السليمه لتنظيف الاسنان. الا كان هنالك بروز واحد البكتيريات ولا ديك لا بلاك بكتيريان ولا داك البقايا ديال الاطعمه اللي كتعطينا بالبكتيريات، حوامض اللي كتهجم على اللثه وكتعطينا سيلان ديال الدم، تغير ديال اللون، تغير حتى في الحجم، هذه المسائل كلها خاصنا نحلوها مع طبيب جراحي الاسنان باش ما تفاقمش المساله وكنمشيو للهروب ديال اللثه، لان خصنا نعرفوا ان هروب اللثه راه حنا قطعنا واحد الشوط كبير في المرض ديال اللثه باش وصلنا للهروب ديال اللثه. حنا هادشي كاطباء ولا ما كان حنايا ما حنا مادا بينا نديروا الوقايه خير من العلاج، يعني نبداو العلاج ديال اللثه قبل ما يكون هنالك تراجع. يعني فاش كنشوفوا دوك الاعراض الاولين اللي كنذكر بها عاوتاني اللي مهمه بزاف، وهي سيلان الدم، تغير في الحجم، في اللون، فاش كنشوفوا الاسنان كيتحركوا شويه، فاش كنشوفوا مثلا البروز ديال الدم بدون تنظيف، فاش كنطفوا الاسنان ديالنا كيكون سيلان الدم، هادشي كلشي اعراض اللي خاصنا ننتبهوا ليها ونمشيو عند طبيب جراحي الاسنان. واخيرا بالنسبه لواحد الحاجه اللي جد مهمه بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم مشكل ديال هذا المرض ديال اللثه وديال العظم اللي كيؤدي لسقوط الاسنان الله يحفظ، هاد الناس هادو غالب الاحيان كتكون جانب ديال الوراثه. يعني الاطفال ديالهم فاش كيوصلوا لسن المراهقه الا كان الاب ولا الام عندها هذا المشكل وعرفاته وسقط لها الاسنان ديالها ولا كان هروب ديال التكبير ديال الاسنان وتحركوا الاسنان، خص الاطفال ديالها فاش يوصلوا لسن المراهقه خص لابد ما يمشيو للطبيب جراحي الاسنان اللي كيدير واحد الكشف مبكر باش كنعتقوا هذاك الطفل ولا هذاك المراهق ولا المراهقه من المرض ديال التالي كيؤدي بسقوط الاسنان.